المواطنين يتعرضون لمضايقات واستفزازات من طرف أصحاب الجيليات، أحيانا تصل إلى السب والشتم، وفي الأخير تصل إلى العنف أي تعنيف المواطنين من طرف أصحاب الجيليات. وتنعرفوا بأن هاد الأماكن التي توجد فيها أصحاب الجيليات هي أماكن عمومية، حتى نقول مكان عمومي، إذا من المفروض هذا المكان تيكون تابع الجماعة الترابية. وإلا قلت تابع الجماعة الترابية أي غير الملك اللي تابع الجماعة، ماشي جميع الأملاك هي تابعة للجماعة الترابية. ما عندهاش الحق الجماعة الترابية أنها تمشي وتكري واحد مرابض لهاد صحاب الجيليات، أو كما بغى يكونوا، وهي أماكن عمومية. تنعرفوا بأن المواطن المغربي تيخلص ضرائب تتسمى ديال الجولان، ديال النقل، ديال التنقل، وبأريحية. مادام تنخلص أنا ضرائب، وإلا ما خصنيش نخلص الكارديان، هاد الكارديان تتفرض عليا. هنا هاد الظاهرة هي ظاهرة سلبية، حيت نقولوا ظاهرة سلبية يعني أن هاد الظاهرة هذه أصبحت تثير استياء المواطنات والمواطنين في الأماكن العمومية، وخاصة بالشواطئ، جراء ما يتعرضون له كما قلنا من المعاملة، وديك المعاملة السيئة والسب، أن الواحد تيتسب قدام العائلة ديالو، قدام الأولاد ديالو، وأحيانا تيوصل داك الشيء كما قلنا للعنف. مؤخرا هنا في أكادير أن واحد السيد راه تعرض، كاين في مواقع التواصل الاجتماعي، تهرس ليه المنخر ديالو، ضربوه المنخر ديالو. علاش؟ لأن ما بغاش يأدي، راه ما بقاش المشكل، ماشي ما بغاش يأدي لهذاك برد الكتاف كما تنسميوه، ماشي ما بغاش يأدي ليه، وإنما ذاك راه المبدأ ديالو ما عطاش أنني تنخلص ضريبة على السيارة ديالي باش نتنقل بحرية، ويجيني واحد بالجيلي ونخلص ليه. ما تيعطيكش الخاطر انا ما بقاش في دوك جوج دراهم ولا خمسه دراهم، تيبقى انني انا كان عندي مبدا انني ما ناديش، ان هاد الكارديان راه ما كاينش اصلا، ان هاد الملك هو ملك عمومي. وحتى نقول كما سبق لي قلت، تنقول ملك عمومي يعني راه ماشي تابع، راه ماشي تابع الجماعه، ماشي اي حاجه الجماعه الترابيه خاصها تكريها لك، الا بعد الاماكن اللي تحت النفوذ ديالها. ورغم الحملات الفيسبوكيه اللي كاينه، ورغم التودد ديال المواطنات والمواطنين باش ان السلطات تدخل، فباقي الوضع لا زال كما هو عليه، لا زال ملجلي هو ملجلي، لا زال الاستفزاز، لا زال السب والشتم. اذا اللي بناكد عليه هنايا هو كما قلنا، المواطن يؤدي الضريبه على السير والجولان. إذا هذا تناقض كبير، أني تنأدي واحد الضريبة باش السير وجوالا، وفي نفس الوقت يجي عندي واحد يقول لك راه خلص لي، راه كنتي واقف. إذا هنايا اللي بغيت نقول له هنايا هو أن الجماعة كما قلنا، أن الجماعة الترابية ليس لها الحق في ترخيص لاستغلال الملك العمومي نهائيا، بل قلنا أن الحق بالترخيص للمحلات التي توجد في ملكيتها، هاني عاودتها. ولكن احنا هنا اش نقولوا؟ هناك تواطؤ بين بعض المجالس الترابيه وبعض اصحاب الجيليات اللي تيستغلوهم في الحملات الانتخابيه. تنأديو له اللي تبدو لنا، تيوقف عليك، تيخرج فيك عينه، خاصك تعطيه. أو لا غتخرج معاه للصداع، غادي يضربك ولا شحال من واحد تقول لك المرأة عندك ولا ودي غير أعطيه، حنا ما بينا صداع. واش حنا باقيين هنا في عام السيبة؟ راه ماشي في عام السيبة هنايا. إذا هاد أصحاب الجيليات هما قطاع طرق، قلنا أصبحوا بمثابة سرطان، أصبحوا بمثابة طفيليات على المواطنين. إذا هنا اللي بينا، حنا بينا نقطعوا حتى هاد الأماكن اللي مكتلات، اللي تذكريها مثلا، تذكريها الجماعة الترابية، تتمشي مثلا لواحد البلاصة تتوقف فيها، وقفت فيها تعطيني ورقة فيها المكان مثلا، يعطي ما كاين مشكل. ولكن أنا مشيت من هذيك البلاصة اللي كنت واقف فيها، تقديت في واحد الفرماسيين، مشيت ثاني وقفت قدام خبازة، شريت واحد الخبزة بجوج دراهم، خاصني نعطي ثاني، راني عطيت جوج دراهم لهذا قدام الفرماسيين، جيت ثاني عطيت جوج دراهم ثاني لهذاك اللي قدام المخبزة، انتقل ثاني مشيت ثاني قدام مكتبة بنشري، عطيت ثاني جوج دراهم أخرى. إذا خاص واحد الورقة نتنقل بها النهار كله،
نعطي جوج دراهم ولكن تنقل بها، حيت يجي عندي هذاك فيها البلديه ولا فيها هذاك اللي كاري دوك المرابيد، بان تيجي عندي تقول له الدراري انا خلصت، يلاه كنت في الفورماسيون دابا راني خلصت، ماشي راه غادي نخرج بواحد 30 درهم ولا 40 درهم في النهار، في واحد المقهى ولا في واحد الريستوران ولا تخرج تصيبو واقف، انا عسيت لك على الطوموبيل ديالك، ايوا تمد لي ديك 5 درهم تيقول لك دير شاد 5 درهم 40 درهم، السيد قال لي تعطيني 50 درهم، اعطى 20 درهم قال لي والله ما نشدها. واش هادشي معقول؟ واش حنا في عهد ديال السيبه؟ حنا راه في الحكومات ديال الدستوريه، هذا الدستور الجديد اللي تيحمي المواطن من هاد التعسفات، من هاد الاستفزازات. واش حنا نبقاو نشوفوا دائما نتفرجوا؟ راه حنا وجهنا رسالات. السنه الماضيه راه درت واحد لقاء صحفي مع نائب رئيس ديال ماشي السنة قبل منها، مع نائب الرئيس ديال المجلس البلدي السابق، ودرنا حوله ونفى، قال لك ما عندناش شي هنا في أكادير شي بارك ولا شي مرابيد اللي حنا كارينها، راه ما عندناش، راه الربض، ركن السيارة مجانا، وكاتبين كاع في أكادير كله ركن السيارة مجانا، ورغم ذلك تيجي واحد تيوقف عليك. ولكن ملي تتقول لي تيقول لك شوف أسيدي، قال لك أنا عندي اللي غادي يحميني. إذا كاين تواطؤ بين هاد 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 الجيليات، هاد مهم الجيليات، وبين السلطات، كاين تواطؤ. ملي تيقول لك كاين اللي يحميني سير فين ما بغيتي. وتيجي السيد قدو قداش ويدور فيه ويقول لي لا ما عجبك الحال غادي نهرس لك المرايه ولا نهرس لك الجاج، أم حسن لك تعطيني 30 درهم ولا نهرس لك الجاج. هذا راه ابتزاز، راه بين السلطات دخل هنايا. وباقي تنشكر انايا الدرك الملكي وتنشكر رجال ديال الامن اللي لا عيطت عليهم تيحضروا. ولكن الجهات الاخرى راه ما كاين والو. اذا هنا بينا حنا كجامعه بغينا ما يكونش هذا الابتزاز، بينا ما يكونش هذا السيبه، ما رجعوش القرون ولا ما عتلين اللي كانوا تيخلصوا على دوك صحاب 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 السيبه اللي تيخلصوا دوك القوافل التجاريه اللي بغات تدوز خاصها تخلص. هنا فات هذاك العهد، احنا في العهد ديال صاحب الجلاله، العهد ديال الامن والامان. اذا اللي بغينا هنا هو تدخل ديال السلطات باش هاد الناس ما يبقاوش يدوروا هنايا في راه جميع المدن، ما يقولكش شي واحد هاد المدينه ما فيها، جميع المدن المغربيه خاصه المدن الشاطئيه راه تعاني المواطنون والمواطنات يعانون من هذا الابتزاز هذا.